برنامج رؤية جديدة، والذي يتطرق اليوم إلى الخلل في موازين القوى داخل المجتمع الواحد، والذي يؤسس علاقة غير متكافئة بين الرجل والمرأة، ويردخها لقائمة طويلة من المحظورات، ويصنفها في أدنى درجات السلم في ظل نصوص قانونية مهينة لكرامتها، تمعن في استضعافها وتهميشها. أعزائي المشاهدين، نسلط الضوء في هذه الحلقة على قانون العقوبات النافذ والتشريعات الفلسطينية، ومدى قدرتها على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة من منظور مستجيب لاحتياجات الحماية القانونية ومتوائم مع المعايير والاتفاقات الدولية. وسنتعرف على الثغرات التي تسمح للجناة بالإفلات من العقاب. معنا اليوم ضيفتنا خبيرة قانونية في قضايا عدالة النوع الاجتماعي الأستاذة فاطمة، وهي كمان مستشارة قانونية في مركز بيسان. أستاذة فاطمة، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أستاذة فاطمة، بدنا نسألك اليوم مزبوط أسئلة يعني كثير بتهمنا إحنا. طبعا النساء في فلسطين بتعرضوا لعنف، هو عنف مركب اجتماعي قانوني واقتصادي. هل فكرك نلوم القضاء أو القانون اللي هو ضلع أساسي في انتهاك إنسانية المرأة؟ يسعد أوقاتك وأوقات كمان تاني مشاركاتنا العزيزات. يعني القانون هو عامل من العوامل. إحنا بنعرف إن المرأة الفلسطينية واقعها الاقتصادي والاجتماعي للأسف الشديد واقع بحاجة لعدالة. المرأة الفلسطينية في عنا نضال اجتماعي بتناضله كرمال إنها هي تتحرر من منظومة اجتماعية واقتصادية غير عادلة لإلها باتجاه البوصلة الأساسية اللي إحنا دائما نحكي عنها، هي قضايا التحرر الوطني. فنضالنا إحنا كمجتمع فلسطيني نضال نسوي، نضال مختلف عن غيره من المجتمعات الأخرى. ففي نضال اجتماعي باتجاه النضال التحرر الوطني. عندنا القيم السائدة للأسف الشديد والعادات والتقاليد مش مستجيبة لمفهوم العدالة الاجتماعية للنساء، سواء على المستوى الحقوق الاقتصادية أو حتى على المستوى الحقوق الاجتماعي أو حتى على المستوى الحقوق السياسية بشكل أو بآخر. وهذا بينعكس كمان تاني بشكل أو بآخر على التشريعات. ونشوف التشريعات أحيانا أخذت بالفكر النمط السائد اللي هو الغير عادل للنساء وشرعنته أو قننته في التشريعات، وهذا بيزيد من بؤس أو انعدام العدالة الناجزة للنساء، وبنجار كمان تاني في التطبيقات القضائية، لأنه التطبيقات القضائية بتطبق قوانين موجودة حاليا. إحنا عنا للأسف الشديد في فلسطين ازدواجية تشريعية، في عنا تشريعات ما زالت موجودة في الضفة الغربية أردنية تغيرت في الأردن نفسها، وعنا في القدس تشريعات أخرى تطبق، وفي غزة تشريعات انتدابية تطبق أيضا. في عنا ازدواجية تشريعية كانت بفعل الاحتلال هاي، وبعد الانقسام للأسف الشديد صارت بفعل أنفسنا. يعني أنه في تشريعات بعد الانقسام وانعدام وجود مجلس تشريعي في غزة حاليا بتم إصدار مراسيم بقرارات بقوانين في غزة مختلفة عن الضفة، وكمان تاني في الضفة بيتم استثمار المادة 43 من القانون الأساسي في حالة عدم انعقاد مجلس تشريعي، يحق للرئيس أنه يصدر مراسيم بقوانين على أن تعرض للمجلس التشريعي في أول جلسة انعقاد له. إحنا عنا طبعا تفسير حالة الضرورة والاستعجال بموجب المادة 43 من القانون الأساسي، يعني تفسير شوي فضفاض بياخذ أكثر التشريعات في الجانب الاقتصادي، أما في الجانب الاجتماعي للأسف الشديد ما بنشوف إنه هاي التشريعات عملها بتتوازن. يعني ما في خطة تشريعية واضحة إيش التشريعات اللي لازم إنها هي يتم إقرارها بموجب المادة 43 من القانون الأساسي، وهذا له أثره للأسف الشديد على واقع النساء. يمكن في الحلقة راح ندردش أكثر بهذا الشأن. فباختصار بنقدر إحنا نلخص إنه عنا واقع اقتصادي اجتماعي غير عادل للنساء، وبنسحب كمان تاني على التشريعات الموجودة عندنا اللي هي كمان تاني قننت هذا الجانب وعملت فراغ تشريعي، وللأسف بتطبق وبتكرس، هذا بكرس كمان تاني مفهوم عدم انعدام العدالة للنساء. فعلا يعني موضوع كتير شائك وبده حتى الواحد يفكر في كيف اللي يتناول هذا الموضوع، بس في نفس الوقت بحب نسمع أكتر عن قانون العقوبات
ايش قانون العقوبات بالضبط وايش القضايا اللي بتناولها هذا القانون؟ احنا بنعرف انه قانون العقوبات بمفهومه احنا عندنا القانون قسمين، قانون عام وقانون خاص. قانون العقوبات هو الشيء اللي بيتعلق ب المبادئ القانونيه اللي بتعالج اي سلوك مخالف للقانون وبتحط عليه عقوبه. فبنعرف احنا مبدا قاعده قانونيه انه لا جريمه ولا عقوبه الا بنص، يعني القاضي ما بيقدر يخترع نص او يقيس على نص او يجتهد، لا عنده قانون. اذا القانون بيحكي انه هذا السلوك او هذا العمل جريمه بعاقب عليها القانون، فبالتالي هذا الفعل مجرم. اما في بعض الافعال اذا القانون ما اعتبرها جريمه فبالتالي بيفلت من الجاني من العقاب. قانون العقوبات الساري المفعول عندنا حاليا للاسف الشديد في الضفه الغربيه، قانون العقوبات الاردني العام 60 تغير في الاردن اكثر من تغيير، وعندنا في غزه القانون الانتدابي العام 36 للاسف الشديد. وبنعرف احنا القاعده القانونيه قاعده اجتماعيه بطبعها، يعني يفترض انه القانون يجي يسد احتياجات ويعالج اشكاليات ومشاكل اجتماعيه ومجتمعيه بيعاني منها الناس. بنعرف من سنه 60 لهلا في كثير طرق تغيرات اجتماعيه واقتصاديه في المجتمع، بما فيها كمان تاني المعايير الدوليه اللي فلسطين انضمت لها، يعني الاتفاقيات الدوليه، فيفترض تتغير هاي التشريعات. وزي ما حكينا التشريعات يفترض تتواءم مع البيئة الفلسطينية بما ينسجم مع البيئة اللي احنا بدنا اياها، يعني المجتمع الفلسطيني المنشود النظرة له الاجتماعية اللي هي بتحقق كمان تاني الرؤى في النضال الوطني. للأسف قانون العقوبات الساري المفعول هلأ حاليا عندنا في الضفة الغربية هو قانون العقوبات زي ما حكينا 60، وفي الضفة الغربية في قطاع غزة 36، بالرغم انه في تعديلات صارت في قطاع غزة على العديد من هذا القانون تحديدا في موضوع الصلح الجزائي وغيره، بس اذا نشوف انعكاساتها على ارض الواقع على قضايا النساء والعداله الاجتماعيه للنساء للاسف في كثير ما يقال في هذا الجانب، سواء على موضوع الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه للمراه، من حيث موضوع تحديد سن الزواج، من حيث موضوع قتل النساء على ما يسمى بخلفيه الشرف، من حيث موضوع العقوبات الوارده على الاعتداء على النساء والعنف الاسري وغيره من الأمور، حتى موضوع العنف الإلكتروني. يعني مثلا اضطرت فلسطين تعمل قرار بقانون الجرائم الإلكترونية لأنه كان في كتير من الجناة اللي بيعتدوا على النساء في قضايا الابتزاز الإلكتروني وغيره وغيراته، كان يعني بفلتوا من العقاب لأنه ما في نص قانوني بجرم هذا الشيء. فأجا قرار بقانون الجرائم الإلكترونية، بالرغم من أنه في كتير من عنا تحفظ عليه وملاحظات عليه، بس في الشق اللي بتعلق في موضوع تجريم العنف الإلكتروني الواقع على النساء وهو عنف مستحدث، يعني بفعل التطور اللي صار في العلوم الإلكترونية، هذا القانون راعى بشكل أو بآخر في جزء من جوانب من الجوانب الثانية، وإن كان في شطط في موضوع تقييد الحقوق والحريات في جانب آخر. بس باختصار يفترض هذا القانون يكون يراعي العدالة الاجتماعية للمرأة والحماية القانونية لإلها. وإذا بنتطرق لتفاصيل هلأ حاليا في هاي الحلقة جزئية معينة أو في قضايا معينة، بنشوف إنه هذا القانون للأسف ما كان هو بحقق العدالة اللي بتستحقها المرأة الفلسطينية. طيب يعني إحنا زي ما إحنا شايفين في عنا قانون، هل إحنا بنشوف إنه هذا القانون بكافئ أو هو بيكون مع المرأة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية؟ وكمان السؤال الثاني اللي انت طرقت له انه هل هو كمان له علاقة في او هو يتوائم مع ايش المواثيق الدولية؟ طب هل في تناقض، يعني انا اللي شايفة هل في تناقض بين التوقيع على المواثيق الدولية وعدم دمجها في القوانين الوطنية، ولا شايفة الامور بالعكس ماشية بسلاسة؟ صحيح، احنا عندنا فلسطين وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية، يعني اكثر من 150 اتفاقية دولية بتتعلق بحقوق الانسان بشكل عام وفي حقوق النساء والاطفال. احنا نيجي نحكي عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة واللي هي بترتب منظومة العدالة الاجتماعية للمرأة. عندنا مثلا على سبيل المثال مش الحصر الاتفاقية الدولية لحظر كافة أشكال العنف ضد المرأة سيداو، اتفاقية حقوق الطفل الدولية كمان تانية، لأن احنا زي نتناول قضايا العنف نتناوله كمان تاني منذ النشأة منذ الصغر، يعني قديش في تمييز واقع على الفتيات الصغار بالسن، وبيكبر هذا التمييز شوي شوي كمان تاني مع المراحل العمرية بتمر فيها الفتاة.
في عنا كمان تاني الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديدا في الخصوصية اللي بتعاني منها النساء ذوات الإعاقة، تحديدا عندهم إعاقة ذهنية، واللي حسب الإحصائيات إنهم أكثر، أو الواقع العملي كمان تاني مش الإحصائيات، إنه هم أكثر انتهاكا كمان تاني واعتداء، تحديدا اعتداء جنسي عليهم. طبعا فلسطين انضمت لهدول الاتفاقيات الدولية بدون تحفظ، واحنا طلعنا من جدلية انه في تحفظ او مش تحفظ. التحفظ اللي هو عدم انه هذا النص مثلا وارد في الاتفاقية اللي تم التحفظ عليه، ما بدنا يسرى او يتواءم مع قوانيننا المحلية او الوطنية. طبعا بحكم انه فلسطين انضمت بدون اي تحفظ، فبالتالي يفترض انه بشكل او باخر باختصار انه كل المعايير الدوليه والمبادئ الدوليه اللي نصت عليها اتفاقيه انضمت لها فلسطين، يفترض انها هي يعني تتطبق عندنا، تتوائم بتشريعاتنا الداخليه. عندنا اللجنة الدولية لاتفاقية سيداو، وبالمناسبة لجنة سيداو كانت لجنة المرأة الدولية كانت في فلسطين من قبل كم من يوم، وكان الوفد الفلسطيني اللي راح على جنيف وناقش تقرير الرسمي لاتفاقية سيداو، وكمان تاني مؤسسات المجتمع المدني اللي هي بتقدر تعمل تقرير الظل، اللي هو التقرير يعني المؤسسات المجتمع المدني بالضبط اللي هي بتراقب الحكومة. احنا عندنا في المساءلة القانونية الدولية عندنا أكثر من، يعني مش بس إنك وقعت على اتفاقية دولية وخلص معناته زي كأنه بس حبر على بالضبط حبر على ورق، أو بمجرد يعني كلاشيه نظرية يعني إنك أنت انضميت لاتفاقيات دولية فبالتالي إنك بتحترم حقوق الإنسان. لا، فيه بروتوكولات وإجراءات ناتجة عن انضمامك للاتفاقية الدولية، إنه أنت بدك تطبقها في تشريعاتك، في سياساتك، في إجراءاتك الداخلية. فبيفرضوا عليك يعني معايير انه انت تنشوف، هات نشوف انك انت التزمت فيها ولا ما التزمتش فيها. فبالعاده هذا بده يكون المعيار الكشف من خلال التقارير. في التقرير الرسمي اللي بتقدمه المؤسسه الرسميه، احنا عندنا الحكومه تشكل فريق وطني، مجلس الوزراء، وزاره شؤون المراه، والمؤسسات الحكوميه بيقدموا تقرير رسمي بيجاوبوا على أسئلة معينة حطتها اللجنة الدولية لكثير من القضايا، اللي هي كيف أنت ضمنت هاي الاتفاقية في قضاياك الداخلية، سواء في التشريعات أو في السياسات أو في الإجراءات. وفي عنا برضو بالمقابل مؤسسات المجتمع المدني من حقها أنها هي تعمل تقريرها الظل المقابل، إيش في عندها ملاحظات على التزام الحكومة أو التزام المؤسسة الرسمية في أو الدولة في التزامها بهذه الاتفاقيات الدولية. فتقدم تقريرين، تقرير مؤسسات المجتمع المدني اللي هو تقرير الظل بقيادة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والفريق الوطني اللي تشكل في هذا الجانب، والمؤسسات النسوية ومؤسسات حقوق إنسان، وطلع وفد كمان تاني من المؤسسات النسوية ومؤسسات الحقوقية على جنيف ناقش مع الوفد الرسمي اللي ناقش برضه التقرير بالضبط. هذا الحكي في 2018 في جنيف. وكان في كثير من الملاحظات اللي وجهتها اللجنه الدوليه لاتفاقيه سيداو على التزام فلسطين، تحديدا في الشق اللي بتعلق بالتشريعات، وتحديدا في الشق قانون العقوبات، انه لانه نحكي عن قانون العقوبات. من ابرزها انه احنا حاليا في عندنا قانون عقوبات 60 وقانون عقوبات 36، احنا بنحكي عن ضفه وغزه، وهي القوانين ما التزمتش بالاتفاقية الدولية، سواء بتحديد سن الزواج، سواء في موضوع الولاية، سواء في موضوع الوصاية، سواء في موضوع القتل على خلفية ما يسمى بالشرف، الأعذار المخل الأعذار المخففة، يعني إنه إذا بيقتل امرأة في أعذار، القانون بيعطي أعذار معينة، إنه ثورة الغضب وإلى ما آخره. صح في مراسيم وإحنا رح نيجي فيها، بس هل اتطبقت ما اتطبقتش؟ في مبررات للقتل، انه اذا انت قتلت في اسباب مخففه بنتظر فيها للاسف الشديد في القتل الموجه ضد النساء، وما بيتم التعامل مع القتل على انه قتل، قتل المراه على انه قتل للاسف الشديد. لا، يعني في مبررات القانون اباح فيها قتل النساء، وهي كان يفترض انه دوله فلسطين كمان تاني تجاوب على العديد من هاي الاسئله. في صح في مراسيم رئاسيه صدرت بموجب الماده 43 من القانون الاساسي تعديل لهذا القانون، نحن رح نحكي عنها باستفاضه شوي، ولكن هي ما عدلت، احنا بنسميها سياسه الترقيع، لانه القانون كله هو منبنى على اساس العداله الاجتماعيه للمراه، فبالتالي هاي المراسيم وكانها رقع على الترقيع، ورح نيجي بتفاصيل اكثر ليش كان شو كيف المشرع الفلسطيني فكر في موضوع الحمايه، وهل هو أتقنها بالفعل، فكر فيها بالمفهوم الحماية الشمولية ولا بالحماية المجتزأة اللي هي قائمة على أساس الفعل ورد الفعل. ما بعد قتل النساء بصير في عنا قضايا إعلام، يعني بصير
قضية رأي عام، فبالتالي بده يصير فيه يعني ها تخفيف للرأي العام بشكل أو بآخر، فبياخدوا بعض القرارات الرئاسية باتجاه إنه يخففوا من 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 ردة فعل المجتمع في بعض الحالات، زي المرسوم اللي صار في 2011 لقتل آية بردعية، وهذا رح نحكي باستضافة. هلا كانت في كتير من الملاحظات في هذا الجانب، وكان على دولة فلسطين إنها هي تجاوب عنها. ما اللي بيحدث هلا حاليا إنه يفترض إنه معهم سنتين يجابوا، روح منهم سنة ضل سنة إجابوا على هاي الأسئلة. ففي كتير من الاقتراحات صارت من مؤسسات المجتمع المدني إنه يا جماعة خلينا نعمل قانون عقوبات عصري. في اقتراحات باتجاه إنه نحاول نفرض الحماية في قانون حماية الأسرة من العنف، وفي أجوبة عمالها بتتبلور باتجاه تعالوا تنعدل قانون العقوبات الساري المفعول حاليا. ولكن الفكرة اللي بدي أحكيها شيرين إنه الحماية القانونية مش بس بقانون العقوبات، يعني يفترض يكون فيه حماية شمولية في كل، يعني في سياسة تشريعية كاملة، خطاب تشريعي مستجيب للعدالة الاجتماعية للنساء، وموجود في كل التشريعات في خطاب واحد. ومن ثم جزء من الأجوبة اللي بتخص قانون العقوبات يكون متجاوب عليها، ولكن بيفترض ان احنا نفتح كل القوانين اللي بتتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من سواء من التعليم، من الصحة، من العمل، من الخدمة المدنية، من الضمان الاجتماعي وغيرها وغيراتها. والعقوبات هو اللي بيفرض العقوبة فيما لو تم انتهاك احد هاي الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية، شو العقوبة المفروضة عليه. هاي إحنا بنكون مشكلين حماية، يعني رزمة حماية، يعني حماية قانونية شاملة. أما الحماية القانونية المجتزأة اللي هي بتصير في عملية الترقيع، تعديل من هون تعديل من هون تعديل من هون، وهو التعديلات كمان تاني مش مرسومة بخارطة الطريق واضحة وفكرتها الحماية الحقيقية يعني وشمولية للمرأة. وهذا كثير بالنسبة لنا، يعني بسأل السؤال التالي، يعني بالنسبة لهدول المراسيم اللي أنت حكيتي عنها طبعا، لأنه إحنا شايفين أنه في طبعا في ظل حالة الجمود في المجلس التشريعي، شو قوة هاي المراسيم؟ يعني هل هي قوية؟ هل هي فعالة؟ وكمان مدى استمراريتها في حالة انعقاد المجلس التشريعي؟ لو صار في مجلس تشريعي، كل هذا اللي أنت حكيت عنه هل هو يفنى؟ ولا هل هو بتكمل؟ شو بيصير بالضبط؟ احنا زي ما حكينا انه في المادة 43 من القانون الاساسي الفلسطيني اللي هو بمثابة الدستور، اعطت الحق لرئيس او صلاحية لرئيس السلطة او بما الدولة احنا الرئيس الحالي انه هو يصدر مراسيم بقرارات بقوانين تاخذ قوة القانون، على أن تعرض على المجلس التشريعي في أول جلسة انعقاد له للمصادقة عليها. هلأ تعطل المجلس التشريعي لأكثر من 10 سنوات، صار في يعني مفهوم حالة الضرورة والاستعجال اللي موجود في مصر المادة 43، كمان تاني مفهوم فضفض إحنا بنشوفه كتير موجود في المراسيم اللي لها علاقة في الضرائب، في الاقتصاد، في التشريعات الاقتصادية، أكثر منها في الشأن الاجتماعي. إذا جينا على موضوع طب ليش ما صدر مرسوم بقرار لقانون عقوبات فلسطيني عصري، انشغل عليه من 2011 من خلال الفريق الوطني اللي هو يكون لائق للمجتمع الفلسطيني، كان التبرير انه لا سيادي، مع العلم انه في مرسوم قرار بقانون كان لا حظر بيع منتجات المستوطنات، وهذا قرار سيادي. فاحيانا بتحسي انه في اشكاليه كمان تاني في التفسير، ما هو سيادي وما هو غير سيادي، ما هي حاله الضروره والاستعجال، وايش الشيء اللي بكرس الانقسام او بكرسش الانقسام. يعني هل انت شفتي انه نوعا ما هو ركز على الشيء الاقتصادي مش بكل حرفيه، بيركزش على التشريعات شوية حطها لجانب بالضبط. التشريعات بتتعلق في قضايا النساء نادرا ما بيتم تناولها بنفس الجدية اللي بيتم تناولها في القضايا الأخرى، كأنه الشيء مش مستعجل يعني. بالضبط، إنه هي ما بتنتظرها بحالة الضرورة الاستعجال، وبيتم التفسير أحيانا أو الرد أو الإجابة بأنه هذا بكرس الانقسام. طب ما في تشريعات تانية صدرت بتكرس الانقسام، وفي تشريعات عم تصدر في غزة كمان تاني بتكرس الانقسام. فيفترض انه هاي التشريعات يعني يصير في موائمة، يعني تصدر في غزة، تصدر في الضفة بشكل او باخر، او يصير في حل مرحلي. يعني قيمة المراسيم هاي يفترض انها تكون هي مرحليا تكتيكيا لحين انعقاد مجلس تشريعي، يصير في رزمة من المراسيم بقرارات مش تتعدل بنص واحد. يعني يفترض يتاخد كل قانون العقوبات ويتجاوب على كل لجنة أسئلة سيدا، ومش بنص ولا بنصين طبعاً. إذا بنرجع للمراسيم على سبيل المثال، إحنا بنحكي مثل واقعي في 2011 صار في مرسوم قرار بقانون لتعديل قانون العقوبات،
في مواد معينة اللي هي صارت بعد ردة الفعل على قضية آية بردعية، والكل بيعرف أن هي قضية آية بردعية الصبية اللي شافوها في البير في منطقة الخليل، وصارت ضجة إعلامية عليها بعد مدة حتى هي بعد مدة بالضبط، أنه صار في شغل على أنه لا لازم يتعدل قانون العقوبات. فالمواد اللي تم التعديل عليها للأسف الشديد مش هي اللي بتطبق فيها في القضاء، اللي بينظر فيها القضاء في موضوع القتل على ثورة الغضب والعذر المخفف والعذر المحل من العقاب. فبعد أربع سنين طلعوا دراسة، في دراسة أعدها مركز المرأة الإرشاد القانوني، والقاضي أحمد الأشقر هو قاضي بالمناسبة من وجه له التحية وقاضي مستجيب لقضايا النوع الاجتماعي كمان، إنه الدراسة كانت بتراجع كل القرارات القضائية اللي اتخذت ما بعد المرسوم، والدرس المستفاد والخلاصة كانت إنه يا جماعة القضاء لما ينظر في حالات القتل قتل النساء على ما يسمى بخلفية الشرف والاستفادة من العذر المخفف والأعذار المحلة من العقاب ما بيروحوا على المواد اللي تناولها المرسوم. فشو عملوا في 2018؟ حاولوا يعدلوا المرسوم عشان يتناولوا بعض المواد اللي هي يعني عدلوا الإشي اللي للأسف الشديد ما تناولوا المرسوم الأول. إذا بنطلع على المرسوم الثاني في 2018 بنشوف فيه فجوتين. الفجوة الأولى إنه شرع الشرف، بالمناسبة الشرف قضايا الشرف ولا في أي نص قانوني موجود في قانون العقوبات الساري المفعول 60 استخدم فيه مصطلح الشرف، ولا أي نص قضائي أو قرار قضائي كمان اتناول فيه قضايا الشرف. في قضايا اجتماعية مجتمعية بالمفهوم أكتر، يعني إنه يعني بالثقافة الاجتماعية أنا بشوفه كأنه عذر بيستعمل الشرف يعني على أساسها بالضبط. فمرسوم المرسوم الأخير في 2018 ذكر فيه كلمة الشرف بالنسبة لإلنا، هذا الجانب الأول. بالنسبة لإلنا كمحللين قانونيين منقول ذكر كلمة الشرف أو قتل بدواعي الشرف في المرسوم يشرع ويقنن ثقافة القتل على خلفية الشرف، وإن كان هدف المرسوم مش هيك. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني كان المرسوم تناول قضايا إنه العذر المحل من العقاب للي بيغتصب أنثى في حال تزوج المغتصبة في عذر مخفف له، عفوا عذر محل من العقاب. فالمرسوم حاول قدر الإمكان إنه يعفيه، يعني يلغي هذا العذر، ونص على إنه ما بيستفيدش من الأعذار المخففة في حالات الجنايات اللي بنحكي فيها الجرائم الكبيرة، يعني أما الجناح الجرائم الخفيفة يعني اللي هي 3 سنين فما دون بتكون. برضو ما المرسوم الأخير في 2018 قال لا خليهم يستفيدوا من الأعذار المخففة والأسباب المخففة. إحنا كان اقترحنا كمؤسسات حقوق إنسان وكنساء إنه يعني لما نيجي نحلل هذا المرسوم إنه يعني وكأنك أنت بتشرع العنف، يعني اضربها بس مش كتير، عنفها بس مش كتير، يفترض إنك أنت تجتذ جذور العنف. يعني أي مرسوم القانون يفترض يكون بيعالج قضايا اجتماعية ومجتمعية من جذورها، بيجتثها من جذورها. فيفترض أن الأعذار المخففة والأعذار المحلة من العقاب والأسباب المخففة في كل الجنايات والجناح اللي مرتكبة في الشق المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء وحتى للأطفال، يفترض يعني هاي إلغائها كلها كاملة. فالمرسوم برضو الأخير ما عالج قضايا النساء وما حقق لهم العدالة المنشودة. إحنا رحين كمان نحكي، رح أسألك كمان مرة عن هذا الموضوع لأنه موضوع كتير مهم وشائك في مجتمعنا، لأنه في كتير ناس ما بيعرفوا، يعني في ناس بيعرفوش يعني قديش الموضوع بأهمية. بس بدي أرجع على موضوع اللي هو المراسيم الرئاسية. برز نزاع بين مؤيد ومعارض للمراسيم الرئاسية، من أي منطلق رفض البعض إجراء التعديلات على مستوى المراسيم؟ ليش صار في رفض؟ هلأ في أكثر من اجتهاد، يعني مؤسسات المجتمع المدني كانت في جزء كبير منها إنه إحنا من نادي بمبدأ الفصل في السلطات، فبالتالي تغول السلطة التنفيذية وتاخد دور السلطة التشريعية، لأنه فيش انعقاد مجلس تشريع وفيش مجلس تشريع، مجلس تشريع عندنا معطل وتم إلغائه مؤخراً. فبالتالي احنا وكأننا بنعطي الشرعيه هيك اذا بدنا نطالب بالمراسيم بقرارات قانونيه، بقرارات بقوانين من خلال مرسوم رئاسي، وكأننا من شجع السلطه التنفيذيه تتغول في صلاحياتها.
فكان في قسم كبير من مؤسسات المجتمع المدني إن إحنا ما بدنا نطالب بمراسيم بقرارات بقوانين. وجزء تاني كان يحكي طب ما هي حالة الضرورة إنه فيش مجلس تشريعي طول هاي الفترة، فيفترض يكون أضعف الأيمان مراسيم بتعالج مرحليا أو تكتيكيا، بتعالج حالة الفراغ التشريعي اللي إحنا موجودين فيها، وتحديدا ما بعد انضمام فلسطين للاتفاقية الدولية. يعني على سبيل المثال سيداو بعد سنة شو بدك تجاوب، شو بدك تحكي لهم بعد سنة؟ جزء من ملاحظات سيداو بتقول لك إلك 14 سنة بتشتغل في مشروع قانون حماية الأسرة، إلك 10 سنين عمالك بتقول بدك تعدل في قانونك وعدلت في نصوص وما زبطت معك، طب كيف بدك تجاوب وانت انضميت؟ فكيف بدك تجاوب؟ بدك تقول لهم لسه بس ينعقد مجلس تشريعي، بدك تضلك تسوف؟ لا، جزء من الحلول تكون انه مرحليا يكون في تعديلات للقوانين السارية المفعول بموجب قرارات بقوانين مراسيم رئاسية، هذا مرحلي باتجاه انه هو يعمل حل استراتيجي انه بعد انعقاد المجلس التشريعي يصير في عنا قوانين فلسطينية عصرية بتتوائم مع الاحتياجات الفلسطينية ومع المعايير الدولية، تحديدا اتفاقية الدولية اللي انضمت إلى دولة فلسطين. فهاي كان جزء من حالة الجدل الموجودة. يعني من وجهة نظرنا احنا بنحكي انه تحديدا في اللجان الدولية اللي احنا لازم نجاوب على اسئلتها بسرعة، يفترض يكون في خارطة طريق. احنا عندنا مشكله كمان تنشرين في النظره للتعديل، انه كيف التعديل بيصير؟ التعديل كيف زي سياسه الترقيع، بعدل من هون. باخدش بحلل القانون كله، بحللش كل رزمه التشريعات، وين ايش انا السياسه التشريعيه اللي بدي اياها كمان تاني. يعني احنا بنقول في شيء اسمه خطاب تشريعي، ايش انا بدي، ايش النظاره اللي بدي اكون لابسها لمني بدي اطلع على التشريعات، يعني اللي يكون في انسجام تشريعي وما يكون في تعارض. يعني الموجود في قانون العقوبات ما يتعارض مع قانون الطفل، ما يتعارض مع قانون الاحوال الشخصيه، ما يتعارض مع قانون الصحه والتربيه والتعليم، انه كل هاي التشريعات، لانه قضايا النساء قضايا حقوق انسان، فهي بتدخل في كل التشريعات مش بس في تشريع معين. يعني مش تشريع معين خاص بحمايه الاسره او بحمايه المراه وبس وخلص والتشريعات الثانيه، لا، ما هي المراه جزء من المجتمع، فبالتالي قضيتها قضية مجتمعية بامتياز، وهي بالتالي بتدخل في كل التشريعات طبعاً. فايش النظارة اللي بدي ألبسها؟ نظارة العدالة الاجتماعية، اللي بدي أنا خطابي التشريعي خطاب مستنير في قضايا العدالة الاجتماعية بدي أطلع عليها في كل التشريعات، فبالتالي إيش بدي، إيش التعديلات اللي بدي أدرجها على كل هاي التشريعات، وبالتالي تكون فيها عملية تكامل وانسجام مش تعارض. هاي الإشكالية اللي إحنا موجودة عندنا لحديت الآن، وللأسف الشديد حتى الآن لا مؤسسات المجتمع المدني ولا المؤسسات الرسمية نجحت بأنها هي ترسم خطاب تشريعي موحد وسياسة تشريعية موحدة وخطة تشريعية موحدة. هل المراسيم، هل في عدد يعني للمراسيم هاي، ولا إشي كان زي ما أنت حكيتي إشي عشوائي، ولا كيف بالضبط؟ المراسيم اللي طالت حقوق المرأة معدودة، يعني فيها مرسومين لقانون العقوبات، وفي مرسومين بالفترة الأخيرة صدروا قبل أيام، فترة بسيطة اللي هي بتعلق بتحديد سن الزواج لكلا الجنسين، هن مش بس كمان تاني للمرأة أو للطفلة، والمرسوم اللي بتعلق في موضوع حقية المرأة بأنها هي تفتح حساب بنكي لأولادها وتودع فيهم وتسحبه، وهذا يمكن جايين إحنا بتفاصيله أكثر في الشق اللي بتعلق في حلقة الأحوال الشخصية. صح أستاذة دعنا، اللي هي طبعا فاطمة دعنا، حكيت إشي كتير مهم لفت نظري اللي هي موضوع سياسة الترقيع. هلا سياسة الترقيع اللي احنا حكينا عنها، بدل ما ناخذ الشمولية بلشنا ناخذ من اشي لاشي ونعدل عليه زي اللي بيخيط في اماكن معينة، بس هل سياسة الترقيع ادت الى ايش؟ ارتفاع وتيرة العنف ولا لا؟ يعني اللي منشوفه في الواقع العملي في المحاكم، يعني نجاوب عملي يعني مش وجهة نظر، لا طبعا. اذا بدنا نرجع على سجلات المحاكم ومنشوف قديش قضايا عنف موجه ضد النساء كل سنة عم بيرتفع مش بيقل، يعني الـ في الجنايات، في القضايا اللي لها علاقة في الشق الجزائي، حتى في الشق الحقوقي كمان تاني برضو في ارتفاع في نسبة القضايا اللي متوجهة للمحاكم. في القضايا الأحوال الشخصية كمان تاني المحاكم الشرعية، احنا بنعرف انه قضايا الأحوال الشخصية الزواج وطلاق والأماخر تنظر في المحاكم الشرعية عندنا في فلسطين، والقضايا اللي لها علاقة في الأمور الجزائية والجنائية، والقضايا اللي لها علاقة في الأمور المدنية زي مثلا الميراث والشيكات بدون رصيد
وتحصيل الديون وإلى ما آخره ترفع في القضايا في المحاكم النظامية. إذا بدنا نرجع لسجلات المحاكم وتقارير المحاكم، لا في ارتفاع، في ارتفاع. المسح اللي صار في الفترة الأخيرة، مسح العنف اللي أجراه الجهاز الإحصاء المركزي، وإن كان مقارنة له من 2011 ل 2019 إنه في يعني العدد العنف، نسبة العنف الواقع في المجتمع الفلسطيني سواء كان اجتماعي او حتى اقتصادي قلت، بس هي نسبه وكانها ماخذه عينه معينه يعني في مجالات معينه. اذا نيجي نفصل في مجالات ثانيه مختلفه، لا بنشوف انه لا العنف لم يتوقف، العنف ما زال موجود. واذا بدنا نحلل نسب في المحاكم نقول لا انه في نسب كثير كبيره عمالها بتزيد مش عمالها بتقل. واجتماعيا ومجتمعيا كمان تاني بالاحصائيات اللي صارت، يعني الاحصائيه الاخيره اللي فيما يتعلق في موضوع قتل النساء، قتل النساء من 2019 خلال هذا العام سجلت حالات على قد حالات القتل بالضبط، على قد حالات القتل اللي صارت في السنين اللي فاتت. يعني انه في ارتفاع كمان تاني في موضوع وتيره العنف، يعني اكثر حق الاساسي اللي هو حق في الحياه، يعني اكثر دوزان في العنف، يعني بكون العنف الواقع حقها في الحياه. ف هاي بدل على انه طب ليش يعني ليش هذا النسبه عم بتزيد، هاي الظاهره عم بتزيد وهي النسب عمالها بتزيد. يعني ليه؟ لانه احنا في عنا اكثر من اشكاليه، التشريعات لم تعالج، لم تردع، لم تشكل التشريعات. التشريعات قيمتها هي مش كل شيء محطوط على التشريع، يعني التشريع هو مش الأداة السحرية، هو أداة من الأدوات الحلول. التشريع اللي هو يفترض زي على سبيل المثال قانون العقوبات اللي هو يفترض يحقق الردع العام والردع الخاص. ايش بنحكي، شو قصده في الردع الخاص والردع العام؟ الردع الخاص انه المرتكب الجريمة نفسه اتعاقب واخذ عقوبة مناسبة، هاد بخليه درس كمان تاني للآخرين اللي بيفكروا إنهم يرتكبوا مخالفة أو جريمة مثل الجريمة اللي هو ارتكبها. فهان قيمة هذا القانون، إنه إذا كانت في عقوبات رادعة ما لا تؤدي إلى إفلات الجنة من العقاب، فبيحقق هذا الردع العام والردع الخاص، فبخفف من وتيرة العنف. هاي قيمة التشريع بشكل أو بآخر، زائد إنه هو إنصاف وتحقيق العدالة وعدم وجود منتهكين لهاي الحقوق تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء. للأسف الشديد إحنا ما في عنا زي ما حكينا الحالة التشريعية التعديلية العادلة للنساء، هذا أولا، وهذا بكرس العنف المجتمعي السائد على قضايا التمييز اللي بتتعرض له المرأة الفلسطينية سواء في الأسرة سواء في البيت سواء في الشارع سواء في العمل، والنظرة النمطية السائدة للمرأة بعززه لأنه ما في رادع لإله. ومنشوف أنه حتى إحنا يعني الثقافة المجتمعية السائدة للأسف الشديد حاليا، وإن كان في تحسين في بعض الجوانب، ولكن في جوانب أخرى كمان تاني في يعني في رجوع لورا. يعني على سبيل المثال مش الحصر، قضية إسراء وكيف تم تناولها حتى بالمحكمة بالسوشيال ميديا وفي المحكمة، إنه كيف كانت الناس تفكر في القضية، إنه لا ما هو أبصر شو هي عاملة، كان هذا الحكي بتسمعي في نفس الحراك اللي صار على موضوع قضية إسراء طلعات وغيره، يعني قديش كان فيه الردود الاجتماعية والمجتمعية، يعني كأنه هي السبب أو صاروا تشكيك إنو في موضوع إنه أنتوا شو طالعين تساووا، أنتوا شو اللي بشو اللي بتنادوا فيه، وأنتوا ليش طالعين، وشو الخطاب اللي بتحكوا فيه. في نفس الوقت كان صبية اللي تصاوبت في على حاجز عوفر وكان حملها اثنين من المسعفين، قديش كانت الردود اللي على الفيسبوك اللي تناولوها انه شو عامل وليش بتروح. حدا ما كناش نشوفه في الانتفاضة الاولى، في الانتفاضة الاولى كانت يعني الشاب كنا نحكيها يعني شاب بحد الصبية، يعني انه ما كان في هاي الردود الاجتماعية اللي احنا بنشوفها هلأ في 2019، مع العلم ان احنا ما زلنا تحت احتلال وما زلنا نناضل من اجل التحرر والاستقلال، وما زلنا نناضل كمان تاني اجتماعيين ومجتمعيين من اجل ناخذ حقوقنا، يعني الاجتماعيه والمجتمعيه اللي هي جزء لا يتجزا من نضالنا الوطني. فحاله التيه اللي احنا بنمر فيها هاي كمان تاني للاسف الشديد،
بتأثر كمان تاني على قضايا العنف وقضايا السلم الأهلي، إنه كمان تاني مش بس العنف لوحده، العنف كمان تاني اللي بيؤدي إلى يعني عدم استقرار في المجتمع، إنه المرأة صارت مش حاسة بالأمان يعني في بيتها، في مجتمعها، في العمل، في الشارع، مش حاسة بالأمان اللي هي بتنشده واللي بليق فيها وبليق في نضالاتها. أستاذة فاطمة، دعنا مستشارة قانونية بموضوع العدالة النوعية الاجتماعية، النوع الاجتماعي، بدي أسألك سؤال كمان له علاقة في موضوع قانون حماية الأسرة. إلا بنسمع يعني من 14 سنة تقريبا بنسمع عن هالقانون، وهذا قانون حماية الأسرة من العنف. شو تفاصيل بالضبط هذا القانون؟ هلا مشروع القانون هذا أول فكرة تأسيس استحداثه كانت من مركز المرأة للإرشاد القانوني، وكانت فكرته أنه في قوانين، مشاريع قوانين حماية أسرة من العنف إقليمية، وفي مشروع، في قانون نموذجي لحماية الأسرة من العنف. فيفترض أنه فلسطين يعني ناضلت كل هذا النضال، يفترض أنه يكون في يعني عندها قانون حماية من الأسرة من العنف مثلها مثل باقي الدول، بالإضافة أنه هو مش بس لأنه مثلها مثل باقي الدول، هو كمان تاني ناجم عن احتياج النساء الفلسطينيات أو العنف الأسري عم بيزيد، فيفترض هذا القانون يتناول يحد من قضايا العنف الأسري. بالمناسبة هذا القانون مش بس هو لصالح النساء، يفترض يكون هو اسمه أسرة يعني لصالح النساء ولصالح الذكور كمان، لأنه بتناول الأسرة كأسرة بمفهوم الذكر بمفهوم الأنثى، والأطفال الموجودين في الأسرة، وفي تجديد كمان تاني على الأشخاص ذوي الإعاقة فيما لو تعرضوا للعنف. وبنحكي عن العنف بكل شتى أنواع، عنف لفظي، عنف جسدي، عنف جنسي، عاطفي وغيره، واقتصادي وغيره وغيراته. هلأ القانون كان يفترض فكرته عملية تجريم العنف لخصوصيته الواقع في الأسرة، لأنه قانون العقوبات، إحنا عندنا القانون العقوبات اللي هو بنسميه المصدر الرئيسي للتشريع العقوبات، وفي عقوبات تكميلية لإله، قوانين تكميلية لإله اللي هي بيكون في بنسميها المساندة يعني أو التكميلية لإله بجنبه. مشروع قانون حماية الأسرة من العنف واحد منها العقوبات بالضبط، هي بتكون تكميلية، بنسميها قوانين عقوبات تكميلية يعني مكملة لقانون العقوبات. القانون العقوبات هو الأصل، والقوانين الأخرى اللي بتخص شأن معين محدد يعني بده يتم النظرة له بعين الخصوصية، بنسميها قوانين عقوبات تكميلية لقانون العقوبات مكملة له يعني. ليش صارت فكرة قانون حماية الأسرة من العنف؟ لأنه بيعاني خصوصية معينة في الأسرة، فبالتالي ما بيزبط نفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ينتص عليها في قانون حماية الأسرة من العنف، فبيكون في حالة من التجديد، حالة من العقوبات الاجتماعية مثلا بدل العقوبات الزجرية، حالة من مثلا الحلول بدل الحبس، يكون في مثلا عزل الزوج أو سحب الزوج من إبعاد الزوج من البيت، غيرها من العقوبات الثانية اللي هي الهدف يكون إعادة الأسرة لوضعها الطبيعي وحل العنف، مشكلة العنف من جذوره بشكل أو بآخر. هذا القانون قيمة القانونية إحنا كقانونيين دائما نطلع له أنه هو استحدث، يفترض منه أنه يستحدث نيابات متخصصة اللي هي نيابة حماية الأسرة من العنف، هي الأجهزة القانونية الجديدة اللي يفترض أنه يتم استحداثها اللي مش موجودة عندنا. صح دائرة حماية الأسرة والطفولة في الشرطة، واللي هي مستحدثة بموجب قرار من سيادة اللواء، ولكن إذا تغير سيادة اللواء وقف هاي الدائرة أو عطلها بيعطلها. فيفترض أنه لا، بدل ما يكون قرار وهذا القرار خاضع يمكن للتغيير بفعل مزاجية معينة أو حالة سياسية مختلفة، يفترض إذا كان في قانون بيستحدث هاي الدوائر خلاص أي حد بده يجي بده يطبق هذا القانون، ما بده يغيره كيف هو بده يشوف كصانع قرار. فنبدأ من الشرطة، استحداث حماية الإدارة العامة لحماية الأسرة والطفولة في الشرطة، وهي مستحدثة بموجب قانون يفترض هيك يعني، رد هي استحدثت بموجب قرار، ولكن هذا القانون يفترض إنه شرعنها أكثر، رسمها. هاي أولا. ثانيا نيابة حماية الأسرة من العنف اللي هي تابعة للنيابة العامة، صح استحدثت بموجب قرار من سيادة النائب العام فترتها الأستاذ أحمد براك، ولكن زي ما احنا بنحكي أحيانا وينطعن في الدستور إنه النيابات والقضاء يفترض يتم استحداثها بموجب أحكام قانون، فهي صح قيمة مضافة وإحنا مع استحداثها، ولكن اللي بيرسم استحداثها أكثر هو القانون.
فقيمتها المضافة أنه القانون كمان تاني شرعا وجودها اللي هو نيابات متخصصة للتعامل مع حالات العنف الأسري، وأنت بدك أجهزة قانونية مختصة، يعني المرأة المعنفة أو الرجل المعنف أو الطفل المعنف عنف أسري بدل ما يروح للشرطة العادية، لا بروح لشرطة متخصصة بتعرف كيف تتعامل معه إلى تدابير وإجراءات معينة. نفس الشيء في النيابة، بدل ما يروح على النيابة اللي وبمر بسكة المجرمين والكبار، ولا بروح على نيابات متخصصة في إلها إجراءات معينة ومدربين ومجهزين كيف لازم يتعاملوا في مثل هذا النوع من الحالات، وإجراءات كمان تانية خاصة لإلها. نفس الشيء القضاء، القضاء بنعرف انه اي قضاء متخصص يفترض يتم استحداثه بموجب احكام القانون، فالقانون هذا كمان ثاني جزء من القيمه المضافه له انه هو يستحدث قضاء متخصص في النظر في قضايا الاسره برضه باجراءات معينه وبمعايير معينه. وكان في اقتراح حتى خليه سموها انه مكتب دفاع اجتماعي قانوني او خليه، كان في لها اكثر من مسمى، انه القضاء يكون في له يعني لجنه استشاريه منها مرشده حمايه المراه في الشؤون الاجتماعية، منها دوائر الإرشاد الموجودة في المحاكم الشرعية، منها النيابة حتى كيف ينظروا في القضية، ينظروا لها زي كيف مؤتمر الحالة المنصوص عليه في نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، لا يتم شرعنته كمان تاني في القانون، يعقدوا مؤتمر يشوفوا إيش كل حالة بتختلف عن التانية، شو الإشي للمصالح الفضلة لهاي الحالة، شو القرار الصح اللي لازم ياخدوه، كيف عملية المتابعة رح تصير على أساس إنه يتابعوا هل الإجراء اللي أخذوه صح ولا لا، فبالتالي إذا هو كان في المتابعة صحيح بيكملوا، إذا مش ثبت بعد المتابعة إنه لا مش صحيح معناته لازم يرجعوا ويغيروا، فهي بدها إجراءات جديدة وبدها أجهزة متخصصة للتعامل فيها، فهي قيمة القانون. للأسف الشديد إحنا لنا 14 سنة رايح جاي هذا القرار بقانون، تشكلت له أكثر من لجنة، وكل لجنة كل مرة في بتنظر له بطريقة تانية مختلفة حسب كيف التوجه الموجود في اللجنة. اللجنة هاي بتنعقد من سين وصاد وعين، هلا حاليا بكره بصير واو وزين وغين، يعني كل واحد نظرته للأمور، نظرته لقضايا العنف، مفهومه لقضايا العنف الأسري مختلف، فبالتالي هذا بيختلف، ما في خطاب تشريعي واضح. هاي مشكلة القانون، المشروع القانون، انه ما في سياسة تشريعية لهذا القانون. صح في مذكرة توضيحية وتفسيرية لإله، بس دائما احنا بنحكي المذكرة التوضيحية والتفسيرية هي مش سياسة تشريعية، السياسة التشريعية اللي هي بتوضح بالضبط النظارة اللي بده يلبسها اي حدا بده يقعد على طاولة هذا القانون يفترض يكون لابسها. وما في وثيقة قياس الأثر التنظيمي. ايش بنقصد في وثيقة قياس الأثر التنظيمي؟ انه لازم اي قانون بده يتم تشريعه نشوف ايش موائمته المالية، يعني ايش التبعات الماليه، الموارد البشريه اللي بدنا اياها، الاجهزه المتخصصه اللي بتم استحداثها، البنايات الموائمه اللي بده يتم استحداثها، وغيرها من القضايا الاثار الماليه اللي بترتب عليها هذا القانون. للاسف هذا ما في وثيقه قياس اثر تنظيمي لهذا القانون، زي ما صار في قانون حمايه الاحداث اذا بنتذكر، قانون حمايه الاطفال المرتكبين مخالفات قانونيه صدر قبل كم من سنه قرار بقانون لحمايه الاطفال اللي بيرتكبوا مخالفات قانونيه وتعاملوا معهم على انهم هم ضحايا مش مجرمين، لأن القوانين اللي كانت قبل كانت تتعامل معهم على أنهم هم المجرمين مش ضحايا. أجل قانون قرار بقانون حماية الأطفال الأحداث المعرضين للخطر، حتى كمان تاني خطر الانحراف، تعامل معهم على أنهم هم ضحايا، ونص على عقوبات اجتماعية وتدابير احترازية وآليات للحماية لهدول الأطفال. على أرض الواقع لنا 3 سنين ما بعد نفاذ هذا القانون، 3 سنين ما زال الواقع لم يتغير شيء. ليه؟ لأنه ما في أجهزة تنفيذية لتنفيذ القانون. عدد المرشدين حماية الطفولة قلال، فيش عندنا محاكم متخصصة، يعني في محكمة واحدة تشكلت في دار الأمل لرعاية الأطفال الأحداث. أنا عم بعمل مقارنات عشان إحنا كمان تاني نشوف الدروس المستفادة كيف بدنا نستفيد منها، إنه وين الإشكاليات الأساسية. ما في محاكم متخصصة في كل المناطق، إنه بدل ما الطفل يتاخذ من دار الرعايه يروح تيجي سياره الشرطه، لازم تكون سياره مدنيه ولباس مدني وتاخده في اوقات معينه، الطفل مش لازم يحتك مع الكبار، مش لازم يحتك مع المجرمين او في اوقات معينه، طب بدل ما توديه على المحكمه هناك تهيئ وتعمل بنى تحتيه مستجيبه وبدك تستعد محاكم جديده، طب اعمل محاكم مثلا في مراكز في دور الرعاية، أو المحكمة بتنعقد في أي مكان. على فكرة في القانون حكم بأي مكان بتنعقد المحكمة، مش شرط تنعقد في المحكمة في نفس مبنى المحكمة، ولكن على أرض الواقع ما بعد تنفيذ القانون نشوف إنه ما هذاك التغيير اللي صار.
الدرس المستفاد انه نرجع فيه على مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، بنشوف انه عدم وجود عملية تحضيرية كمان تاني لتنفيذ القانون من المسؤولين عن إنفاذ القانون، سواء الشؤون الاجتماعية، وزارة المرأة، القضاء، النيابة وغيرها. صح في حراك في النيابة عم بيصير في التدريب وفي وكالة نيابة تعينوا لما آخره، بس دائما نحكي هدول العدد قليل وبدهم بحاجة لدعم وبحاجة لإسناد وبحاجة لبنى تحتية وبحاجة. نفس الشيء عند الشرطة، نفس الشيء عند القضاء، نفس الشيء موجود عند كمان تاني الشؤون الاجتماعية. وبالمناسبة الشؤون الاجتماعية هي الوزارة المكلفة في إنفاذ القانون، مسؤولة عن القانون هذا نفسه، قانون حماية الأسرة من العنف. طب قديش عندنا عدد مرشدين مرأة؟ قديش في عندنا مراكز حماية؟ قديش في عندنا كوادر تنفيذية؟ يعني دائما نجي نحكي طب يا وزارة التنمية الاجتماعية شو أخباركم في قانون حماية الأطفال الأحداث؟ ولا ما عندناش، ما عندناش موازنات مستجيبة، ما عندناش القدرة، ما عندناش مراكز. طيب يعني هذا شو راح يكون انعكاسه تبعاته فيما لو تم إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، في تدابير الحماية، في غيرها وغيراتها من الأمور الثانية اللي نص عليها القانون؟ لأنه ما نص على عقوبات بس عقوبات، لا إحنا بدنا كمان تاني في هذا في مشروع القانون حماية الأسرة من العنف، إحنا مش الهدف معاقبة الرجل كأنه لأنه معاقبته، هو الرجل كمان تاني ضحية للثقافة المجتمعية علمته إنه أنت تسيد تأسد على الإمرأة، اضرب اختك، عنف كده. يعني هاي الثقافه المجتمعيه للاسف الشديد. احنا ما بنبرر العنف له، ولكن اذا انت تشتت العنف من جذوره يفترض يكون في عندك سياسه اصلاحيه، والسياسه الجنائيه الحديثه مش سياسه عقابيه، سياسه اصلاحيه. فانت الهدف انك انت بدك تاخذ هاي العقوبات لترجع الاسره لقوامها الصح وتبقى اسره خاليه من العنف. فللأسف الشديد هل إحنا بالفعل عنا كل الالتزامات اللازمة، عفوا الملتزمات ما يلزم لتنفيذ هذا القانون؟ فعلا هذا بقودني لأسأل السؤال اللي بعده، اللي هو دور المنظمات الحقوقية والأهلية في تشكيل لوبيات ضاغطة باتجاه إجراء تعديلات على القوانين. هل موجود هذا الحكي أو إيش دور المنظمات الحقوقية؟ هذا لازم تجاوبنا فيه. يعني أنا يمكن بدي أترك جزء من الجواب للجمهور بس، وكمان تاني عزيزتنا لأنها هي كتير كمان تاني ناشطة مجتمعية. بس أنا من وجهة نظري أنه حتى الآن مؤسسات المجتمع المدني، يعني خلينا نكون موضوعيين، يعني إحنا لا مش بالهدف من أنه إحنا يعني اللوم أكتر من أنه إحنا نكون دعاة حلول. إذا نحكي عن حلول واقعية وعملية مش خطابية، لأنه ما يقال في كتير فجوة بين ما يقال وفي خطابنا وما يمارس على أرض الواقع. كتير في فجوة حتى في خطاب مؤسسات المجتمع المدني، ولأنه قضايا المرأة مش قضايا نسوية، فهي قضايا مجتمعية، فهي لكل يعني مسؤولية لكل المؤسسات المجتمع المدني الحقوقية التنموية النسوية وغيرها وغيراتها بما فيها المؤسسات الرسمية. نشوف مؤسسات المجتمع المدني للأسف الشديد هي منحازة تجاه أجنداتها ومنحازة تجاه المشاريع التمويلية اللي بتمول أدفوكاسي أو مناصرة لتشريع معين. احيانا بنقول بدنا مشروع قانون حمايه الاسره من العنف، مره في نفس الوقت بنقول بدنا مشروع قانون عقوبات، في نفس الوقت بتقول بدنا مشروع قانون احوال شخصيه. صح احنا كنساء بدنا كل هاي القوانين، بس ايش هي ترتيب اولوياتنا وايش هو خطابنا؟ احيانا بتشوفي مؤسسات مجتمع مدني بتنادي بتعديلات معينه في هذا القانون او في هذا مشروع القانون، بتلاقي مؤسسات مجتمع مدني تاني قاعده على نفس الطاوله وبتنادي بتعديلات اخرى، احيانا بتتضارب مع تعديلات مؤسسات المجتمع المدني الاخرى اللي قاعده على نفس الطاوله. ففيش خطاب واحد وموحد لمؤسسات المجتمع المدني، ولا في خارطة طريق واحدة، بالرغم انه في ائتلافات تشكلت وفي يعني شبكات تشكلت، ولكن ما في خطة واضحة، يعني واضحة وموحدة بالضبط، ما في خطاب واحد. وهذا بنعكس على انه ما يكونش في خطة واحدة، وما في كمان تاني خطة عمل واضحة انه شو الاشي اللي بدنا نضغطه وايش اولوياتنا وشو ترتيب اولوياتنا. وبتشوفيهم انه بعد مثلا ما يروحوا يعني يناضلوا باتجاه انه احنا بدنا نروح للرئيس ننتزع مشروع قرار بقانون، مجموعه من النساء بتروح وبتستمع لخطاب الرئيس، بالاخر بتقول لك ما خلص بدنا نلتزم بخطاب الرئيس. طب يعني جماعه ما انتوا قلتوا احنا ضد هذا الخطاب، بقول لك ما احنا مش قادرين نغير كثير ولا ما اخره. طب وانت احنا بدناش نلتزم بهذا الخطاب، وانت بدنا نلتزم فيه، وانت بدنا نفكفك طيب هذا الخطاب، شو خطتنا، شو اولوياتنا؟ للاسف ما بتشوفي في هاي الروح الوحده
والأجندة الموحدة، في أجندات يعني فردية ومتضربة ومختلفة وضربتها للأسف الشديد الواقع اللي إحنا عمالنا منعيشه والضحايا اللي عمالنا منشوفهم يعني مننزف فيهم يوم بيوم. يعني خطاب واحد، خطة واحدة نلتزم فيها مع بعض على أساس نقدر نحقق إشي معين. وفي هيك لحظة بحكي مستشارتنا العزيزة فاطمة دعنا، السؤال الأخير لوجهك إياه، هو مش سؤال، هو كلمة أخيرة للضيفة، شو بتحبي تحكي لنا؟ أنا بقول إنه يمكن آن الأوان إنه كل مؤسسات المؤسسات الفلسطينية بما فيها المؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية إنها تقعد على طاولة واحدة وتحط خطة تشريعية واحدة موحدة وسياسة تشريعية واحدة وموحدة وخطاب تشريعي كمان واحد وموحد ملتزم بقواعد ومعايير العدالة الاجتماعية للنساء وأولويات واضحة وخطط عملية واضحة ومدروسة بتجاوب على الواقع احتياجات الواقع الفلسطيني أولا، وثانيا الأسئلة اللي وجهتها اللجان الدولية اللي انضمت إلها فلسطين في الاتفاقيات الدولية، تحديدا لجنة سيداو ولجنة حقوق الطفل ولجنة العهد الدولي للحقوق المدنية والاقتصادية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها وغيراتها ولجنة حقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات اللي تعنى بقضايا حقوق الإنسان. يمكن هاي احنا عندنا هلا فرصه انه يعني نقعد بعده، في معنا فرصه يعني وشوي يعني ما نضلناش نركض ورا الفعل ورد الفعل. احنا للاسف الشديد كثير احنا بنشد الفعل ورد الفعل، صارت قضيه اسراء فبالتالي الكل تحرك، بلشنا نشتغل على موضوع مراسيم بقرارات وما استفدنا من الدروس المستفاده اللي قبل، فمن المفترض ان احنا نستفيد من الدروس المستفاده، وأنا الأول نتحمل مسؤولياتنا لأن هي مسؤولية جماعية تجاه قضايا العدالة الاجتماعية للنساء، لأنه إحنا بدنا نيجي نحكي أنه بالأولا على آخرا إحنا بنناضل من أجل التحرر الاجتماعي والعدالة الاجتماعية اللي بتقود العدالة إلى قضايا تحرر وطني، لأنهم هم يعني شقين متوازيين بيمشوا مع بعضهم البعض، وهذا الشيء النضال الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية للنساء بتساهم في التحرر الوطني وجلاء الاحتلال اللي هو البوصلة الأساسية إن إحنا كشعب فلسطيني. شكرا أعزائي الجمهور، شكرا لضيفتنا المميزة فاطمة دعنا اللي هي خبيرة قانونية في قضايا عدالة النوع الاجتماعي وهي أيضا مستشارة قانونية في مركز بيسان. شكرا ضيوفنا المميزين الكرام، لمزيد من المعلومات أرجو الاتصال على 275-3355 أو على الرابط bethlehem-nvmc.org. لكم مني ومن طاقم البرنامج أجمل تحية وإلى اللقاء.